بعدما حل الخراب في صالة المغادرة بمطار مصراتة وجعلت النيران منها رمادا، يرى عدد من الخبراء بالشأن الليبي إن الحريق من الصعب أن يكون نتج عن خطأ بشري أو تقني، وإنما بفعل فاعل لأهداف خاصة قد يكون أهمها الانتقام أو إشعال الصراعات الداخلية أو التستر على جرائم حرق مستندات أو للضغط لإغلاق المطار. ويقول بعض المحللين السياسيين إن إحراق الميليشيات لمؤسسات البلاد تهدف إلى إخفاء مستندات أو الضغط لتحقيق أغراض خاصة، وقد تكررت مرارا مثل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أو الهيئة الوطنية للانتخابات وغيرها. وتابعوا: ليس من المستبعد أن يكون الحريق لإخفاء أدلة أو حرق مستندات مغادرة بهدف طمس هذه الأدلة، خاصة مع تزايد أعداد المرتزقة الذين يصلون عبر هذا المطار، مضيفين أن حكومة فائز السراج يفترض أنها تجري تحقيقا في دخول وخروج الصحفي الفرنسي الصهيوني برنارد ليفي، وربما كان الحريق لتعطيل إجراءات التحقيق عمدا أو إخفاء أدلة عن وصوله ومغادرته ومن اصطحبه. ويرى البعض الآخر إن الحريق متعمدا وفقا لجميع المؤشرات الواردة حتى الآن، ويعتقد أن من أضرم النيران أهالي مصرات بغرض إيقاف المطار عن العمل بسبب تفشي وباء كورونا عبر القادمين، خاصة المرتزقة والأتراك. إن مصرات رغم كونها المعبر الرئيسي للمرتزقة والداعم الأول للميليشيات، إلا أنها نجت داخليا من أي خراب قد يسيلها، لكن هذه المرة الأولى التي يتضررون فعليا من هذا الدعم بسبب تفشي الوباء في المدينة عبر القادمين لها. ويرى البعض الآخر إلى أن مستندا مسربا من جانب مسؤولي حكومة السراج يعتقد أنه يحل لغز الحريق. ويتضمن المستند مخاطبة من أحمد معيتيق نائب السراج في المجلس الرئاسي للمسؤولين في وقت سابق بضرورة صيانة الصالة نفسها التي تعرضت للحريق وإنشاء محطة ركاب متكاملة، ما يعني زيادة 50 مليون دينار ليبي لصالح إحدى شركات المقاولات. ويعرف عن معيتيق أنه رجل أعمال بارز في مدينة مصراتة قبل أن يكون نائبا في المجلس الرئاسي، وربما تكون الصراعات بين الأقطاب المختلفة لحكومة فائز السراج وصلت إلى ذروتها، والجميع يحاول استنزاف قوة الآخر والحصول على أكبر عائد ممكن في الوقت المناسب. إلا أنه من المحتمل أن يدفع أحد الأطراف لحرق المطار لإحراج الطرف المسيطر عليه والضغط عليه لتحقيق أهدافه الخاصة، ولو كانت بتمرير المطار أو إنشاء محطة ركاب كاملة. إن تزايد أعداد المرتزقة السوريين والصراعات التي نشبت بعد ذلك وقتل فيها أبناء المدينة قد تدفع أهالي المغدورين لأفعال انتقامية مثل حرق المطار، أو أن يستغل ذلك من جهة أخرى لتنفيذ غايتها. الأمور التي لا تزال غامضة حول الحريق الذي نشب في مطار مصراتة، ولم تكن هنالك أي تصريحات واضحة حول الحادثة، والأسباب كثيرة ومختلفة لدى المهتمين بالشأن العام، والشكوك كثيرة من المرتزقة الأتراك إلى فيروس كورونا، وأصابع تشير إلى معيتيقا والأخرى إلى زيارة برنارد ليفي، ولكن الجميع متفقا بأن ما حدث في مطار مصراتة هو فعل فاعل.